على النخيل والصواري ومركب الملاهي عالبرج حوم وقول ظهري انكسر من الحمول والحمل صنق وحمول ولا حد عارف وداري شكوة الفلاح عدي يا طير حدفت على المية شباكي طلع الشغل فاضي وباكي حدفت على المية شباكي طلع الشبك فاضي وباكي سدوا عيونك يا بحيرة وقفلوا بابي وشباكي لما حيطان البراري نشفوا الرياح عدي يا طير البراري عدي يا طير البراري ومد ألف جناح على النخيل والصواري ومركب الملاح يا زهيا كان قلبك زاهي يا شمس طلع بتتباهي يا زهيا كان قلبك زاهي يا شمس طلع بتتباهي حبيت يا نعسة وقلتي محبوبي كان سندي وجاهي سترك يا رب يا رب سترك يا كريم على مهلك على مهلك اللهم ازيح الغمة في يا ابني وقفت ليه لا ما فيش حاجة مفيش حاجة عم حسنين الله في يا فاروق مفيش اي حاجة بقول لك عم حسنين اللهم اخذيك يا شطان طب يلا يا ابني يلا اتكل على الله يلا بسم الله الرحمن الرحيم على مهلك على اقل من مهلك على اقل ما انت عارف السكه يا عم يا حسنين يا ساتر على اقل من مهلك على اقل من مهلك السلام عليكم ورحمه الله السلام عليكم ورحمه الله السلام عليكم ورحمه الله السلام يكون هو الواد ده الله الله معقول جدا الله انت بتكلم نفسك يا ابني في ايه لا يا ابو حسنين مفيش حاجه يلا بينا يلا بينا يلا 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 بينا يا ابو حسنين يا شباب سلام عليكم يا شباب يعني قصدك ان رضا دي هو والصبي بتاعه يكونوا هما اللي سرقوا التلفزيونات والرضاوي انا مستهيألي كده لان الواد رضا دي هو صاحب المصلحه الوحيد انه يعطل عم حسنين عن شغله اي والله ممكن ممكن خلاص يبقى نبلغ فيهم المركز ويجوا يجرجروهم يا اختي مركز ايه امال هنعمل ايه بس يا زهي هو الولد دوحه الصبي بتاع رضا مش يبقى ابن الوليه مدوحي انت تعرفيهم يا زهي ايوه يا بعرف امه دي كانت بتبيع فيشه وكرشه في العيد الكبير
يعني انت عايزه تعملي ايه يا زاهي؟ اني بقى بعون الله ناويه اجيب قرارهم. قرار ايه وبتاع ايه بس يا زاهي؟ احسن حاجه المركز، الحكومه ايدها طايله. يا اختي الحكومه ايدها طايله لما تكون ماسكه في ايدي حاجه، انما في حاله زي دي هياخدوا مننا كلمتين ويقولوا لنا فوتوا علينا بكره لما نستكمل المحضر. احنا مش فاضيين للمحاضر، احنا عايزين حاجه الناس. يا رب يا زاهي يا رب. المهم يا ريس فاروق، انا عايزاك بقى تقول لي اللي شفته بالظبط. حاضر، انا هقول لك على كل حاجه شفتها يا زاهي. ازيك يا مدروحي؟ ازيك يا اختي؟ ازيكم يا عيال؟ الله يسلمي. عاش من شافك يا زاهي. يا ترى ايه اللي حدفك عليني؟ عندي جماعي عايزين يربطوا معاكي من دلوقتي على لحمه وحلويات العيد. صحيح يا زاهي؟ ايوه ماما، انا قلت لهم مفيش غير ام دوحي، فشتها رز وكرشتها بندق. ايوه ماما، ده انا بروح السلخاني اجيب الحاجات دي من على ابوها. بقول لك ايه يا دوحي؟ نعم. بيقولوا انك كسبت الوسطه بتاعك شيء وشويات. ايوه اصلاني بصلح كويس قوي. بس هو بلع كل شيء في كرشه، يعني انت يا ولده بتتعب وتشقى وهو يحط في جيب، واخرتها كمان بيقول عليك خايب واهبل. ايه الكلام ده يا زاهي؟ راجل دون ده كان عايز يودي ابنك في داهيه. ازاي بقى؟ القصه بتاعك فين دلوقتي يا دوحي؟ القصه بتاعي القصه مسافر. ضحكوا عليك، القصه بتاعك محبوس. محبوس؟ محبوس ازاي بقى؟ عشان سرق عمك حسنين. هم اهله طبعا مكسوفين يقولوا انه محبوس، وهو كمان عايز يعترف عليك ويقول انك كنت معاه يوم السرقه. كنتوا مع بعض ودخلتوا على الراجل الاعمى الغلبان واستفردتوا بيه، حملتوا الرضاوي والتلفزيونات والحاجات اللي بيصلحيه وسرقتوه. هو قال كده؟ يعني ابني هيسرق يا زاهيه؟ انت جاي فوقها الدنيا لبعضيها؟ ده مش مساله كرشه وفشه بقى. بقى عادي يا ام دوحي، ده انا اللي دافعت عنه، انا اللي قلت لهم مش معقول بقى دوحة الامير الطيب اللي بيشوف هيسرق الراجل الاعمى اللي ما بيشوفش الغلبان. واذا كان مش خايف من الاعمى اللي مش شايفه، مش هيخاف من ربنا اللي شايف ومطلع على كل حاجه؟ بس يا خاله زاهية بزياد، بس انا قلت دوحة ده غلبان، ده بيصرف على امه واخواته، وامه سته اميره وطيبه، وهيخاف من حساب ربنا. حساب ربنا كبير كبير قوي في الدنيا والاخره، عذابه أليم في الدنيا. اللي يسرق ربنا ينزل اللي سرقه عليه وعلى اخواته جحيم ميه نار، وفي الاخره يبقى ماشي كده على الصراط رايح على الجنه، يروح مدبوب على بوزه في النار. يتلهلب كده يا ولي، يتلهلب كده، يتقلي ويتشوي. ده غير الاسياخ المحميه، اللي يسرق الملايكة يحطوا في كل عين من عينيه سيخين، وفي بقه أربع سياخ، وفي كل ودن من ودانه ست سياخ. يبقى حسبة كم سيخ يا ولي؟ كتير كتير ما تعدش. انت متأكدة من حكاية السياخ دي؟ أمال ايه؟ نار نار أيدي على الحرامي من كل ناحية. أمال انت فاكر ايه يا ولي؟ أنا ماليش دعوة، هو اللي قال لي. أنا هقول للملايكة، هو اللي وزني. فضح الظابط، الحاجة هي هي دي حاجاتكم؟ أيوة هي. يا ألف الهرم يا ها يا عم حسنين، هتعرف تعرفها لحاجتك؟ إيه اللي أعرفها؟ هتشوفها إزاي؟ أحشش عليها أعرفها فورا. هي يابا أنا عارفاها. وريني. أيوة ده الأحمر. أيوة يا واد ده كريم يا رب. أوعى يا خالة زاهية يكون فيه ضرر علي ولا أروح في الرجلين. ما تخافش يا دوحي، انت زي ابني برضه، واحنا ما يخلصناش. عملتها يا غبي؟ دي سياخ محمية يا اسطى، اروح فين انا؟ بعدين عشان تحرم تضرب. اما ايه يا حبيبي؟ مش فاهم الكلمة دي. اقراها تاني وانت تفهمها. افهمها ازاي اذا كان اللي فاتني مش هخش من حس؟ وانا كمان ياما، في حاجات كتير قوي مانيش فاهماها. ما اصل ابونا ياما كان بيشرح لنا حاجات كتير وفهمنا الدروس. طب وانا اعمل لكم ايه؟ ابوكم سابنا ومشي، اجيب لكم منين؟ اعمل ايه يعني؟ يبقى ما تزعليش بقى يا اما لو صيتنا. يا لهوي ما زعلش، ابوكم سابني عشان جهلي، عايزين انتوا كمان تطلعوا جاهلين؟ واحنا نعمل ايه بس ياما؟ ما ابويا هو اللي كان بيشرح لني. وبصراحه ياما بقى احنا ما بنفهمش حاجه من المدارس. يعني ماليش دعوه، انا عايزاكم تذاكروا وتفلحوا وخلاص. لازم تذاكروا وتبقوا
عايزاكوا تنزلوا وتشوفوا الغلم اللي انا شفته. عادي خير خير يا رب النبي يا رب خير. ايه انت ايه مين اللي عارفاه؟ افتح يا زهري انا شيخ الغفر. شيخ الغفر يا اهلا وسهلا. اهلا بيكي. ايه في ايه؟ خير خير. هو انت ما قلبك فيها خير؟ انت ما بتجيش الا في الدواهي. منكم واليكم. وانا بجيب الدواء دي من بيت ابويا ما على الرسول الا البلاغ. ملامي. ايه في ايه؟ طريق اسم الله. مال بعت لك حواله بريديه. النبي صحيح بكام؟ شوفي وانت تعرف. اشوف ايه واني بعرف اقرا؟ خد يا اخويا استقرا لي. اقرا لك ما يعجبكيش تنوحي في وشي ماليش دعوه. يا اخويا قول وخلصني. حاضر. الحواله ب 17 جنيه وكاتب لك اربع كلمات بيقول لي فيهم ان الشهريه بتاعتك اللي هي 17 جنيه هتوصلك كل شهر. 17 جنيه؟ طب اعمل ايه دلوقتي؟ اصرف 17 جنيه عليا وعلى التلات عيال؟ يعملوا ايه دول في الزمن الاخضر ده؟ ما تقول لي يا اخويا ما تنطق. الله 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 الله. ايه يا زعي وانا مالي؟ عشان تروح تقول للعمده بتاعك. والعمده بتاعي هيعمل ايه يعني؟ امال يعني هتقفوا تتفرجوا عليا وخلاص؟ يا زهية انت اخلاقك بقت ضيقه قوي مش عارف ليه كده. اعمل ايه بس الغلب اللي انا شايفاه؟ اتفضلي الحواله بتاعتك ايه؟ ودي هتصرف منين دي؟ من البوست. من البوست. ايه؟ طيب اظلم اظلم كمان. انا ظلمت حد ولا اتكلمت؟ مش انت يا اخي مش انت. هو عبد الرازق انه لله. ربنا يا فيروزهان. ميرسي يا حبيبتي كفايه 40 بس عايش مبسوطه. كل سنه طيبه. ميرسي. كل سنه وانت طيبه يا مدام فيروز. ميرسي يا فندم. كل سنه وانت طيبه يا مدام فيروز. ميرسي يا مدام. ايه الشياكه والجمال ده بس يا مدام فيروز؟ ميرسي ده بس من ذوقك. كل سنه وانت طيبه يا مدام. ميرسي يا حبيبتي. كل سنه وانت طيبه. ميرسي. في الشمع بقى يا فيروز. حالا يا حبيبتي. كل سنه وانت طيبه يا مدام. ميرسي يا فندم. عقبال 100 سنه يعني. ميرسي قوي. عن اذنكم يا بنات دقيقه واحده. اهلا اهلا يا باشا. اهلا يا فيروز هاني. كل سنه وحضرتك طيبه وعقبال سنين طويله تقضيها بخير وسعاده. ميرسي قوي يا باشا. كل سنه وانت طيبه يا هاني. ميرسي يا فندم. هديه بسيطه يا فيروز هاني. دي هديتي انا والاستاذ عبد الرازق. أني؟ طب ليه بس التعب ده؟ كل سنة وانت طيبة يا ست هانم. كل سنة وانت مشرقة ومتألقة ومتأنقة ومنفتحة انفتاح انتاجي وليس استهلاكي. يعني ايه بقى؟ ده كلام كبير يتمشى مع سياسة الدولة يا باشا. وهي مالها ومال سياسة الدولة؟ ده مديح من النوع الموضوعي. تعرف تتلهي وتسكت؟ أنا دائما أجيد السكوت. اتفضلوا اتفضل يا باشا. اتفضلوا يا جماعة عشان نطفي الشمع. اتفضلوا 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 اتفضل. ميرسي. هابي بيرثداي تو يو. هابي بيرثداي تو يو. هابي بيرثداي تو فيروز. هابي بيرثداي تو يو. سنة حلوة يا جميل. سنة حلوة يا جميل. سنة حلوة يا فيروز. سنة حلوة يا جميل. كل سنة وحضرتك طيبة. ميرسي يا باشا. كل سنة وطيبة يا هانم. ميرسي يا أستاذ عبد الرازق. ميرسي يا نانا. كل سنة طيبة. ميرسي يا روحي. اديني دي اديني دي. اتفضل يا فندم. ايه ده طب انا بقول لك ممكن تجيبي لي لحمة؟ عايز لحمة؟ اه حتة حبر كده تكون حلوة يعني. من عينيا. من السمانة يعني. تعالى يا بنات. ايه؟ اتفضل معايا. هتقولي لحمه؟ هنا اللحمه. ميرسي.
ليله جميله جدا يا فيروز هانم. ميرسي يا باشا، ده بوجودك عقبال مليون سنه. في حياتك يا باشا. اتفضل يا استاذ عبد الرازق. متشكرين يا هانم. قول يا عبد الرازق قول. متشكرين يا باشا. على الله يكون الاستاذ عبد الرازق مبسوط. ايه الا مبسوط، دي حاجه انا ما شفتهاش قبل كده. ايوه يا عيال جاي، يا عيال جاي. جاتكوا ايه؟ السلام عليكم يام. وعليكم السلام يا حبيبي. السلام عليكم يام. الله يسلمك يا حبيبي. ها يام، طبخت لنا ايه؟ سلقت لكم شويه رز وهرست لكم بطاطس. الحمد لله، احنا في بركان المقلي. يعني البطاطس دي هي الامل؟ او كله محصل بعض. اسكت يا لمك تزعل. اني ما يزعلنيش ولا يفرحني غير صوتكم ونجاحكم. قولوني شهاداتكم، طلعوا هاتوا النمر اللي بتاخدوها دي. يعني شهدت هي. هات يا ولد. مش لما ناكل يما؟ لا يا اخويا هات الاول. طب سلام هيطلع الاول. طلع يا سلام. هات يا ولد. انا اهو يما. وانت يما هتعرفي تقري؟ هفهم يا ام السنان هفهم. يا نهار اسود، ايه ده يا ولد؟ ايه يا ولد ايه؟ ايه الكحك دي؟ ما دي الحاجات اللي ما كنتش بفهمها وكان ابويا بيشرحها لي يما. وانت الاخرى ما قصفت الرقبه؟ انت الاخرى عندك كحك؟ ونعمل ايه بس ياما؟ ما هو اصلا هو ايه؟ وانت ولا سلام؟ لا ياما انا ما عنديش كحك. ايوه بس المبلغ المكتوب هنا اقل من المبلغ اللي قبله. اسمه رقم. رقم رقم ولا هباب على دماغيتكم؟ انا ماليش دعوه، انا ما اقدرش على كده، ما استحملش اشوفكم مش نافعين. الخيبه اللي انا فيها مش عايزه احط لكم. مش ابوكم قاعد في ملكوت تاني في مصر ورميكم علي؟ اسمع ولا منك له لها. انتوا تروحوا تقعدوا مع ابوكم في مصر يذاكر لكم وتبقوا في رقبته. انا جهلي واتذليت بجهلي، مش عايزه اللي حصل يحصل لكم. على فين ياما؟ فين يا بنتي بقى فرعي؟ انا هروح اشوف لي صرفه. مش ابوكم قاعد حاطط ايديه في الميه الساعه وانا اشوف الخيبه قدامي واسكت؟ ابو خليكي هنا. هي ابوكم جرالها ايه يا عيال؟ انا عارف ايه، بقت على كل حاجه تزعق وتشكر. اه برضه ربنا يكون في عونك. يا سلام، صعبان عليكي قوي. لو كنت صعبان عليكي كنت جبت درجات حلوه في الشهاد. يا ابني على قد اللي بفهمه. شوف لي حل يابا، اعمل ايه مع العيال؟ دبرني. خلاص يا بنتي، روحي لابوهم مصر يجي يذاكر لهم ولا يشوف له تصريفه. اني اروح مصر تاني؟ تاني كنت هضيع فيها يابا. يبقى ما فيش غير اننا نرفع عليه قضيه. وهنقول ايه بقى في القضيه؟ والله ما انا عارف يا بنتي. اسمع يابا، اني جاتني فكره. انا هروح للعمدة يشوف له تصريفي، مش هو ولي امرني؟ خدي يا زهية يا اختي. ايه دي؟ شوية رز للعيال. عيال ايه؟ يا اختي مستوري والحمد لله. وماله يا بنتي اما تاخدي؟ عايز ناخد من قوت عيال اختي يابا؟ لا، شقاسي فاروق لعياله. ماني كمان بساعد في مصروف البيت. وافرض يابا انك بتساعد، ما هو عشان تبقى بكرامتك. ولا عايز الراجل الغريب يقول في قرارة نفسه انه بيعول ضرير؟ بارك الله فيك يا بنتي، مستورة والحمد لله، واني بعون الله كسيف. ايه 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 الكلام اللي اللي سامع دي؟ ولا اللي فاكر نفس اخوكي بصحيح؟ يا سفارو انت اخويا على عيني وعلى راسي، بس الاصول اصول. اني ولادي مش هتنزل لقمة ببطنهم الا من كدبوهم مش هأمهم. انا مش فاهم ايه معنى الكلام اللي انت بتقوليه ده يا زاهية. سيبها يا فاروق يا ابني، دي بنتي وانا عارفها كويس، دماغها كده ومش هتفضل بكده. وبعد هالكم هتعطلوني عن مشوار العمدي، عايز اروح له يشوف لي تصريفي. امال يعني عمده ليه؟ عشان ياخد قبهه العمودية وما يشتغلش. فوتكم بعافيه. يعافيكي يا اختي. بالسلامه بالسلامه يا زاهي. روحي يا بنتي، ربنا يوفقك ويوقف لي ولاد الحلال. يعني انا اسيب اللي ورايا واللي قدامي وكل مسؤوليات العمودية وماليش شغلانه غير انت وجوزك، قصدي طريقك ده يا زاهي؟ قولي ماليش دعوه وانا امشي واسيبك يا عمدي. يا بنتي انا ماليش دعوه ازاي اذا كانت البلد كلها متعلقه في رقبتي انا. خلاص يبقى تشوف لك صرفه. ما كان فيه صرفه، كان فيه انك تروحي له مصر تتفاهمي معاه. انت رفضت تروحي له. اول هام انا ما اقدرش اروح له تاني. تاني هام انت كبرني وهيختشي منك اللي هتقول له عليه، لازم انا هيمشيه. على العموم هو بعت لي عشان شويه اوراق ومستندات بعتهم له، متهيألي لما انا اشيع له يجي مش هيتاخر. ايوه، ونعمل له مجلس ويشوف له حل.
تمام كده، وخلينا انا بقى عمده شغال ليل نهار على اللي اتطلقت واللي اتهببت واللي اتجوزت واللي اتسرقت جاموسته. الله، مش انت عمدي يا عمدي؟ وانت زاهيه يا زاهيه. خلاص يا زاهيه، نعمل مجلس. ما تشربوا الشاي يا اخوانا. تشكر يا عمدي. الشاي يا ابو حسنين. لا يا ابني، ماليش نفس. خير يا عمدي؟ والله يا استاذ عبد الرازق افندي، ما كناش نتمنى ان الامور توصل بينكم للدرجه دي. كل شيء اسمه ونصيب يا عمدي، طلباتكم. يا اخويا انت مالك واخدنا على الحامي قوي كده ليه؟ حامي ايه وبارك جرى ايه يا زاهي؟ بقول لك ايه، الزامي حدودك. يا ما لزمت حدودي يا عمدي، كنت قافله عليا داري وجيراني فاكريني باكل المحمر والمشمر. كنت عامله له قيمه بين الرجاله، شايلها على كفوف الراحه وعاملها فندي باللافنديه واحنا بنغمس صوابعنا. لازمته ايه الكلام ده دلوقتي يا عمده؟ يا اخويا بالراحه علينا شويه. ياللي طردتني من مكتبك في مصر وانا ام عيالك وما اتكسفتش، ما همكش حتى ايه اللي ممكن يحصل لي. وبعدين بقى يا عمده؟ ده ايه يا زاهيه؟ سيبني اقول اللي في نفسي يا عمده. هو كل واحد اتعلم له كلمتين يضرب الناس التانيه بالجزم؟ كل واحد ربنا نقله نقله لفوق يطلق مراته؟ قال ايه؟ جهلي. طب يا متنور يا متعلم، يجي ايه عالمك انت جنب المتعلمين عالم بحق وحقيقي اللي وصلوا للقمر ومسكوه بايديهم؟ يعملوا ايه دول بقى في اهاليهم؟ يرشهم بميه النار؟ انا ماشي يا عمر. اقعد اقعد. بتتامر على ايه؟ على ايه الاماره دي؟ كنا بنتحملها منك لما كنا في مركب وحدي وانت الريس، لكن دلوقتي اكلت ايه اشرب عليها عشان الاماره دي؟ اراجل ايه يا زاهيه؟ انت حاطه بتريليوس في بقك؟ ايه مفيش كبير هنا يعني اجيب الراجل هنا عشان اهزقه؟ خلاص يا زاهيه يا بنتي، اللي فات مات، احنا في دلوقتي. اللي شفته كتير قوي هبع على يدك، اللي شفته كتير قوي يا اخواني. معلش طولي بالك برضو يا زاي. طولي ايه وعرضي ايه؟ نخش في الموضوع والا افض المجلس ده. هخش في الموضوع يا عمدي. عياله انا مش قادره عليهم. طيب وطلباتك؟ يجي يذاكر لهم يراعيهم ويشوف مصالحهم. العيال كبرت وانا مش قادره عليهم لوحدي. العيال عايزين راجل. انا مهما كان ست ضعيفه مكسوره الجناح وجهلي، يجي بقى ابوهم المتعلم يذاكر لهم دروسهم. وده معقول برضو يا عمده؟ يذاكر لهم دروسهم؟ ايه الكلام الصايص ده؟ احنا عايزين كلام عملي يا ست. الراجل استقر الحال به في مصر. خلاص يا عمده، انا بقى مش عارفه اعمل معهم ايه. العيال هتخف في المدارس واني مش هقدر اذاكر لهم. خلاص ياخدهم بقى، انا مش عايزاهم. ايه؟ وهو انت تقدري تستغني عنهم برضو يا زاهيه؟ عشان مصلحتهم هدوس على قلبي عشان مصلحتهم يا سيفارو. قلت ايه يا استاذ عبد الرازق افندي في الراي ده؟ انا ليا شروط. نسمع. انا لو خدت العيال يبقى هي ملهاش دعوه بيهم نهائي. كلام ايه ده يا عبد الرازق افندي؟ وده معقول؟ دي مهما كان برضو امهم. ليه يا اخوي؟ ماليش دعوة بيهم ليه؟ جرب ايه ولا انكريستومي؟ شايف؟ شايف يا عمدي؟ سانكريستومي؟ جرب ايه يا زاهية؟ من حق اشوف ولادي يا عمدي؟ هتشوفيهم يا بنتي، هتشوفيهم. ما هي اصلها لو شافتهم يا عمدي يبقى اللي انا حبليه هي هتهده، وهو قدامك اهو العينة بينة. اخص عليك وعلى اصلك. ايه؟ انتوا فين هنا؟ وبعدين؟ وبعدين يا زاهية يا بنتي؟ عيب كده؟ ما مكان ده برضو ابو عيالك، وانا مش عايزك تقولي غير حاضر ونعم وبس. ايوه سيب الرجاله تتكلم. حاضر يابا. ما هو نتكلم في المعقول برضو يا ابني، لازم نجيب حل عادل كده. الام لازم تشوف عيالها مهما كانت يا ابني. ايوه مهما كانت. خلاص يا عمده، يبقى تشوفهم مره واحده كل ست اشهر. انت فاكر انك بكلامك دي هتعجزني؟ قصدك اقول لك لا؟ حاضر يا عبد الرازق، حاضر.
كل ست اشهر كل ست اشهر. طيب خليها كل شهر يا سي عبد الرازق يا افندي يا ابني، تبقى معقوله. كتير يا عمده، دي امي يا ابني برضو. خلاص خلصونا بقى يا عمده، كل شهرين. حاضر. وتتنازل طبعا عن النفقه. حاضر يا عبد الرازق. مش فاضل غير انك تقلع جزمتك وتضربني بيه. انا هروح اجيب لك عيالك. امينا فاروق يا ابني، انا عايز استريح، هتخنق. بينا عم حسنين اوصلك البيت، بفوت انا اجيب العيال. حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل. نورتنا يا سي الاستاذ عبد الرازق افندي. متشكرين يا عمده. ودي كلام برضو ياما، لا معقول نمشي ونسيبك لوحدك؟ معلش يا حبيبي، مصلحتكم فوق اي حاجه تانيه. اشكم على عيني، بس اعمل ايه؟ انتوا لازم تتعلموا وتبقوا كويسين. هنذاكر والله يا ياما. يا حبيبتي انا مش عايزه اسيبكم، بس العالم يا اختي صعب وعايز متابعي. ياما احنا ما نقدرش نستغنى عنك يا حبيبي. ما تعذبونيش بقى بالكلام دي، انا مش ناقص اني فيا اللي مكفيني. طب هنشوفك ازاي يا عمو؟ هتشوفوني هتشوفوني يا حبيبتي. ماني طبعا واني ليا غيركم، ما هشوفكم على طول، بس اعمل ايه بس يا ربي؟ لما تتعلموا وتبقوا كويسين هنتلم تاني على بعض. بس اسمعوا يا عيال، تاخدوا بالكم من روحكم ها يا حبيبي، وتسمعوا كلام ابوكم وتتعلموا كويس. انا مش عايزاكم تخيبوا خيبه امكم. لا 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 اللي هنا. خلاص يا زاهية العيال جاهزين؟ ايوه يا اخويا جاهزين. طب يلا بينا. يلا يلا يا حبايبي، يلا يا نور عيني يا حبيبي. فوتوا يا ولاد، يلا يلا. هنقوم اهو. خدوا بالكم من نفسكم يا عيال، اسمعوا كلام ابوكم ها، وبقوا افتكروا امكم. انا عايزه افضل معاكي يا اما، ابوك احسن مني يا احلام. لما تكبري يا حبيبتي ويجيلك عريس، لازم ان يحط ايده في ايد راجل، واني حرمه يا نور عيني، اني غلبان حرمه. يلا يلا يا اولاد. يلا حبيبي، خد بالك على نفسك يا سلام، خد يا سعيد، خد بالك من اخواتك يا ولد. يلا بقى امشي. يا امه بغطي الواد سلامه بالله، بيرفص الغضب. مع السلامه. مع السلامة عبد الرازق يا فندم. الله يسلمك. اطلع يا اسطى. وبعدين يا زهية يا اختي، ولا قبلين، كل اللي يجيبه ربنا كويس. يا اختي لما انت زعلانه كده مشيتيهم ليه؟ اعمل ايه بس يا اختي، نصيبي كده. طب خلاص ما تزعليش بقى، هي الواحده بتزعل بايدها يا اسرائيل. انا مش عايزه ازعل، بس غصب عني مهمومه، مفيش قدامي غير ان اقول يا رب يا رب انت عالم بحالي. ربنا يصبر قلبك يا اختي. بس ايه الأبائب دي وبتعملوا بيهم ايه؟ دي أبائب عم موسى، الراجل اللي جنبني، بشتغل بركب لها كاوتش، اهي شغلانه سهله وتساعدني عن معيشي. بس أبائب يا زاهية يا اختي تفرق ايه؟
هاي اي شغلانه والسلام. خدي خدي اختي، وبقابل ابوك يتوضى فيه اهو ينوبنا سواء. يا اختي مقبول منك. طيب اقول لك انا بقى، عودي بالعافيه. الله يعافيك يا اختي، سلمي على ابوكي وعلى جوزك وعيالك. يوصل يا اختي، بس انت خدي بالك من نفسك. ايوه اني لازم اخد بالي من نفسي. ما تقعد جات تذاكري يلا. طب يا اخويا ما تزعقش كده. وانت يا احلام ما تذاكري مالك؟ انت مالك انت، ذاكري ولا ما ذاكرش؟ ماني شايفك من الصبح فاتحه الكتاب على الفاضي وسرحاني. واني كمان فتح الكتاب على الفاضي. يا ترى يا عيال بتفكروا في اللي انا بفكر فيه؟ ايوه طبعا، امي وحشتني قوي. انا مش فاهمه الناس بتتخانق مع بعضيها ليه. ابوكي جه. مساء الخير يا اولاد. مساء الخير يا يابا. ابا ايه؟ لا ابا دي عند امك هناك في الفلاحين، احنا هنا في مصر لازم تقولوا يا بابا. تقولوا ايه؟ يا بابا. تقولي ايه يا احلام؟ يا بابا. ايوه كده كويس. اتعشيتوا؟ ايوه، الست الخواجاي جابت لنا عيش فينو ولبن وتعشينا والحمد لله. عال عال الحمد لله. يلا اقعدوا كملوا مذاكره. بابا احنا قلنا ايه يا سلامه؟ قلنا بابا عايز ايه؟ احنا هنفضل محبوسين في الاوضه دي طول الليل والنهار بعد ما نيجي من المدرسه. امال عايز تعمل ايه يا اخوي؟ عايز انزل الحاره العب فيها شويه. الحاره دي هناك عند امك في الفلاحين، احنا هنا في مصر وفي وسط البلد كمان، ما ينفعش. انا ان شاء الله هبقى اخدكم افسحكم في مصر وهفرجها لكم كلها. اصل بصراحه يا بابا الاوضه هنا تخنق. معلش يا اولاد، ماني بدور لكم على حاجه شريحه ان شاء الله. اصل احنا اتعودنا على الوسع اللي في بلدنا يابا. خلاص خلاص اقعدوا بلاش غلبه، اني هتشطف واجي عشان اذاكر لكم. يلا اقعدوا. يا ساتر. يعني مش آن الاوان يا ضنايا انك تيجي تقعدي معانا؟ عايز نسيب بيتي يابا. يا بنتي بيتك ما مفتوح. وهيبقى مفتوح ازاي لما اجي اقعد معاكم مع اختي وعيالها وجوزي؟ وانت عايزه ايه من البيت ده بقى؟ يابا اني لو سبت البيت دي هحس ان اتحكم عليا بالاعدام. اني لسه عندي امل، عندي امل كبير قوي. ده بيتي وبيت عيالي ولازم ان يبقى مفتوح على طول. يا بنتي وجودك لوحدك مضايقني. يابا ما تنساش برضك البني ادم مهما كان تقيل. وانت هتبقي تقيله على ابوكي وعلى اختك يا ضنايا. ما هو فيه جوز اختي ولازم برضه ياخد راحته في بيته. كان نفسي اشوفك متهنيه يا حبيبتي. كل شيء نصيب يابا. طيب بقى ايه رايك؟ انا عندي حل تاني. قول يابا. اجاني اقعد معاكي. يابا ما تغلبش روحك. عايز تسيب بيتك ومطرحك والمكان اللي اتعودت عليه وعيال اختي اللي بيحبوك. وفيها ايه يا بنتي؟ يابا ما تتعبش نفسك. أنا عايزة كل حاجة في البيت دي تفضل زي ما هي. أنا يابا مش عايزة حد يحس إن في حاجة في حياتي اتغيرت. أنا لسه لحد دلوقتي أغسل جلابيت عبد الرزاق أفندي، أحطها على طرف السرير، أحط شبشبه جنب السرير، وما كانت حلقته محطوطة على الحوض، والصابونة مريحة لفها عشان العيال ما يستعملوهاش. لسه يابا كل يوم بستف اوضه العيال واركب الركامه لجلابيت احلام وغسله جلابيت سلامي ومحضره الفور الحراتي اللي بيحبه سعيد. ان يابا لسه مستني. البيت ده لازم يفضل زي ما هو لحد ما يرجعوا للعيال تاني. حيرتيني يا بنتي. بحلم يابا، أي الأحلام ببلاش. يا بنتي يا حبيبتي، أنت مش قلتي إنك خلاص نسيتي وهتنتبهي لنفسك؟ أنا كذاب. أنا كذابة لما أقولك كده يابا. يعني يا بنتي حياة النبي، حياة النبي ما تشغل بالك بيا يابا. أنا هبقى كويس، هبقى كويسة وعالقة إن شاء الله. واو فتحة واو واو فتحة واو زين فتحة زا زين
الفتحة زا نون فتحة نا نون فتحة نا وزانا وزانا كاف فتحة كا فتحة كا ت فتحة تا فتحة زا ب فتحة با فتحة با كا تا با يلا دوم اصبح اللي هنا شويه يا غالي قول لهم يا غالي علمهم زي ما انا بقول قال لي هكسرك واكسر دماغك يلا هات منك ايه والله ما انتوا نافعين في حاجه يا كل غن السلام عليكم السلام ورحمه الله وبركاته اهلا اهلا يا زاهي ايه دي ايه صباح الفتاح النادي دي ايه اللي حدفك علينا النهارده شيخ حسن عيوني الشيخ حسن من جوه أنا عايزة أتعلم يا شيخ حسن تتعلمي يا زاهي الله هو انت بتعلم ايه بتعلم الطبيخ ولا لم الدوده يا شيخ حسن ايه انت داخله حامي قوي يا زاهي هقول لك ايه بس ما انت بتسالني هتتعلمي ايه يعني هتعلم ايه القرايه والكتابه طب تعال قول يا زاهي كده واستهدي بالله تتعلمي ايه يا زاهي دلوقتي ايه ده بعد ما شاب ودوق كتاب انت كبرت قوي على العلام هو في حد بيكبر على العلام يا شيخ حسن ايه برضه بس يعني يا زاهي ماني فاضي يعني عشان ما اطلقتي ولادك بعيد عنك وما عنديش حاجة عاملها يا بنتي ولادك بكرة يرجعوا لك ولادي لازم يفضلوا مع ابوهم عشان يتعلموا وبعدين انت مش عايز تستفيد وتاخد لك قرشان ايوه استفيد واخد لي قرشان ما قلتش حق ايه قرشان دي ايه لا ده كان زمان انا دلوقتي باخد 6 جنيه في الشهر انا مش قصدي قرشان يعني نص فرنك ايه حبيت اوضح لك المساله كنت فاهمه المساله كده ولا كده قال لك فيها قرشين وبس لا كنت فاهمه ان العلام يعني بكوزين ذره ولا ببتوتين ولا شويه بطاطس لا ده الكلام ده ايام الجنيه الجد بس كتير قوي عليا 6 جنيه في الشهر يا شيخ حسن ايش كنت باخد في العيد الصغير دي 6 جنيه اخد منك انت بمقام عيله طب اقول لك خليهم 4 جنيه في الشهر 5 جنيه هي دايرة مقفولة ماشي يا شيخ حسن بس تسلمني لنفسي متعلمي خلاص انا مش مغسل وضامن جنه المسألة حسب شطارتك انت ايه اللي هتقولي عليه هعمله خلاص من بكرة تجيب وتجيبي لوح ارتواس وتباشير وتجيبي دفتر وقلم رصاص وتسلمي لنفسك حاضر يلا العيال دول بيخلصوا بعد صلاة الظهر يمشوا من هنا استلمك انت من هنا ماشي يا شيخ حسن كتر خيرك خيرك سابق مع السلامة مع السلامة يا زاهي نورتي يا زاهي يلا انا مش سامع حسكم ليه عايز افهم اني يعني هو انتوا هو انت واقف اهو واقف يعني تقشر مش عايز افهم انت عايز كده اهو بس اخلص ودي جوز جوزين ثلاثة أربعة تمام كده يا عم موسي و14 جوز تمام يا زاهي تمام ودي فلوسك اهو حسابك راكنه لك على جنب اهو عيد كتر خير يدوق شويه على المصفار يا زاهي تمدي عليه حاضر بقول لك ايه يا عم موسى ايوه ما كنت يعني تزودني شوي يعني بدل 15 سقف الابقه بديني رياح الله 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 انت لحقتي تقولي الكلام ده يا زاهي شوف يا بنت الحلال أني ما عنديش غير 15 قرش عن كل باب الله يقطعه اللي اخترع الزنوبي دلوقتي بيتورطوا في الزنوبي ما بقاش عاجبهم الأباب وليه كلام برضو حد يسيب الأباب ويلبس الزنوبي وخصوصا أباب عم موسي قول لهم هم تدريلي أني شوف يا بنت الحلال إذا كنت متضررة من حكاية 15 قرش عن كل باب ربنا يسهل كل سمعت ايه بس الكلام ده يا عم موس انا يعني بدردش معاك في الكلام ماني كمان بدردش معاكي في الكلام عشان تفهمي ماشي قوم اديني الضريحه الجديده يا ابو سهل يا ابو سهل ادي 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 كفاية عليك دول ماشي كتر خيرك السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ربنا يهديكي العوافية يا زاهي الله يعافيكي يا اختي اهدي كراسة وقلم رصاص
يا حلاوه بتعلم يا سري. يا اختي ماني عارفه انك بتتعلمي، بس يعني فلوس الابائب اللي بتشتغلي بيها دي على قدك قوي، هتعرفي تدفعي منها مصاريف علام، اشي كتب واشي كراسات واشي قلم رصاص وابصر ايه ومدرك ايه. ماني لازم اتعلم يا سري، اني يكفيني لقمه بملح حصى وبق مي بس اتعلم. ما تشغليش بالك بيا انت، هو فيها اكتر من اني اعيش بعيد عن ولادي واني حيه ارزق. يعني بعد الظرف اللي اتحطيت فيه دي كل شيء يهون، واديني يا اختي بتسلى في العلاه، ومين عارف مش يمكن ابقى حاجي. ايه بتضحكي على ايه يا سراي؟ يا اختي يا زاهية يعني هتبقى ايه؟ مش عارفه يا سراي، بس على الاقل ما خليش حد يقول لي يا جهلي. البحيرة قلت السمك على البر.